واول وصفه معانا النهارده الكيكه الحادقه عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق ابيض ودقيق اسمر، معانا كمان بيكنج باودر وبيكنج صودا. هيبقى معانا في الحشوه شبت وكوسه وجزر ومكعبات فلفل احمر مفروم، ومعانا كمان جبنه تشيدر، وهيبقى معانا برده للكيك بصل مبشور، وممكن نستبدله ببودره بصل لو انتم مش حابين قوي نكهه البصل في الكيك، وزيت زيتون وبيض وساور كريم بتخليها لطيفه جدا وهشه وطريه. هنزوقها كمان، عندنا هنا طماطم تشيري، عندنا زيتون، عندنا كريم تشيز، وعندنا شبت. خلاص نبتدي مع بعض. اول حاجه خالص هنحط الدقيق الابيض. عايزه اقول لكم، لا انا يعني ايه غلطت، انا عايزه احط السوائل الاول عشان ايه ما احسش ان انا ايوه كده. بصوا الدقيق الابيض مع الدقيق الاسمر مع البيكنج باودر والبيكنج سودا خليهم على جنب دلوقتي. اول حاجه هعملها ان انا اكسر البيض، هنحط 3 بيضات. المقادير دي مظبوطه جدا ويلا جربوها هتعجبكم قوي. والكيك هنا مش تخينه، بتبقى رفنوعه شويه المستطيله. النهارده عاملين كيك مستطيل وعاملين كيكه مربعه، شوفوا كل واحد يحب يعملها بالطريقه اللي تعجبه. بصوا في حته صغننه كده من القشره اطلعها كده بقشره البيض، خلاص اهو ماشي، نشيل ده كده واحط ملح وفلفل على طول، وممكن نقطه خل صغيره عشان زفاره البيض، نقطه صغننه قوي من الخل. الكيكات دي من الكيكات الظريفه جدا جدا، الكيكه الحادقه دي بتبقى حلوه قوي قوي، وبجد احنا مش متعودين عليها، معرفش ليه مش بنعملها كتير، بس هي من الكيكات اللي بتدي طعم حلو قوي، ممكن نفطر بيها، ممكن نوع من انواع السناكس كده بالليل، فهي فعلا حلوه قوي، جربوها. وكل ما تبقى رفنوعه كل ما هتدينا نتيجه احلى. خلاص طيب، فلفل اسود اهو، ممكن نحط كمان اي بهارات احنا عايزينها، يعني ممكن نحط بابريكا، ممكن نحط زعتر، اي حاجه انتوا بتحبوها. اضرب كده البيض كويس قوي، طيب هو في مشكله تقريبا في الكهرباء، طيب هلخبط الدقيق عقبال ما نظبط الكهرباء. بصوا بقى الدقيق الاسمر هحطه كده، وبعدين هحط البيكنج باودر مع البيكنج سودا. ممكن بس ننزل المقادير قبل ما نطلع فاصل. البيكنج باودر مع البيكنج سودا، خلاص ممكن ننزل المقادير لو سمحتوا. ماشي، وبصوا بقى هنحط الدقيق الابيض، مش ضعف الكميه، لا انا عايزه الاثنين يبقوا تقريبا، هتنزل المقادير دلوقتي الدقيق الاسمر مع البيكنج باودر والبيكنج سودا اهي، وبالنسبه للدقيق الابيض بنزوده شويه. فين حاطين الدقيق يا هبه؟ مش موجوده، مش حاطين مقادير الدقيق يا حبيبتي. اوكي خلاص، شايفين مقادير الدقيق، خلاص اهو كوبايتين من الدقيق الابيض مع تقريبا يعني كوبايه الا ربع دقيق اسمر. هحط دلوقتي بقى رشه الملح والفلفل الاسود، الجبنه المبشوره دي اختياري للناس اللي بتحب الجبنه، ماشي، وهنقلب كويس قوي، واحتمال ازود حبه ميه بس لما اخلص الخضار كله. ماشي، هنحط الكوسه المبشوره، طبعا للناس اللي ما بيحبوش الكوسه لو حطيناها هنا مش هيتضايقوا خالص من طعمها. هنحط الشبت، اوكي كده، هنحط الفلفل الاحمر المفروم بيدي طعم لذيذ جدا جدا للكيك، والبصل المبشور. نقول تاني بقى عشان اروى تعمل الكيكه دي لمامتها، عملنا هنا ايه، حطينا دي اسمر مع دي ابيض، وهنزل المقادير تاني، حطينا بيكنج سودا مع بيكنج باودر وكل الحاجات الجافه مع بعض، وبعدين السوائل كانت 3 بيضات
ربع كوبايه زيت زيتون مع ربع كوبايه ميه دافيه وملح وفلفل ونقطه خل عشان الزفاره عشان يبقى طعمه حلو. نقلب كده. هحط بصوا نقطه ميه، نقطه بجد مش اكتر من نقطه. بصوا عامله ازاي. هنعمل كده ونفردها بالراحه جدا جدا جدا. دي عاملينها بايه؟ عاملينها بالكريم تشيز الورد الصغنن ده، كريم تشيز عادي ضرباه كده بمضرب البيض وبعدين حطاه في كيس حلواني وحطيته في التلاجة لمدة نص ساعة، لأن الكريم تشيز اوريدي بتبقى ماسكة نفسها فمش بتحتاج وقت طويل في التلاجة. خلاص اهو. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.